مشاهدينا اهلا بكم الى تفاصيل نشاط الاخبار. البدايه بالعناوين. الجزائر ترحب بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع قرارا يدعم أحقية فلسطين في العضوية الكاملة، ومجلس الأمن يدعو إلى فتح تحقيق مستقل في المقابر الجماعية بغزة بمبادرة من الجزائر. افتتاحية الجيش تؤكد أن الجزائر تخطو خطوة هامة بمعية تونس وليبيا نحو آلية جديدة للتشاور المنتظم. أكثر من 13,000 وحدة سكنية بصيغة عدل بسيدي عبد الله جاهزة للتسليم، وتيرة متسارعة في مشروع 10,000 وحدة سكنية. ووزير السكن يكشف أن برنامج عدل 3 سيكون قريبا وبنمط عمراني جديد. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. بداية، رحبت الجزائر بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة لأعضائها قرارا يدعم أحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة. إن اعتماد هذا القرار التاريخي يؤكد توافق المجموعة الدولية على ثلاث رسائل سياسية بالغة الوضوح والدقة والأهمية تجاه الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني في هذا الظرف المفصلي الذي تشهده القضية الفلسطينية. أولاً، أن قيام الدولة الفلسطينية حتمية مركزية لا تقبل التلاعب أو التماطل أو التشكيك بالنظر إلى المسعى الرامي لتحقيق حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ثانياً، أن قيام الدولة الفلسطينية يجب أن يكون منطلق وهدف أي عملية سياسية جدية تضع نصب مآربها تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تسوية عادلة ونهائية. ثالثا وأخيرا، أن المجموعة الدولية لا تقر الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني بامتلاك أي حق لنقض قيام الدولة الفلسطينية، لأن هذه الأخيرة نتاج إجماع دولي لا تشوبه شائبة، ولا يمكن للسلطة القائمة بالاحتلال أن تقلل من شأنه ولا أن تصمد في وجهه. وعلى هذا الأساس، فإن الجزائر تتطلع بمواصلة جهودها بمجلس الأمن بالتنسيق التام مع أشقائها الفلسطينيين ومع بقية أشقائها العرب، وكذا مع كل فضاءات انتمائها المناصرة للقضية الفلسطينية، إلى تكريس هذا الاجتماع الدولي حول قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة باعتبارها السبيل الوحيد والأوحد لحل القضية الفلسطينية واستعادة السلم والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وبمبادرة من الجزائر، اعتمد مجلس الأمن أول أمس بالإجماع بيانا صحفيا يدعو إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة وشفافة ونزيهة لتحديد الظروف وراء هذه المقابر التي ما تزال تكتشف بقطاع غزة، مظهرة الصورة الحقيقية والبشعة لآلة التقتيل الصهيونية. فوزياتاج. أمام قوة الحجة والبرهان والإيمان الراسخ بعدالة القضية الفلسطينية الذي تقابله غطرسة الاحتلال الصهيوني وفظاعة مجازره، يقر مجلس الأمن الدولي مرة أخرى واعتمد وبالإجماع على مبادرة الجزائر بفتح إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزهة لتحديد الظروف وراء المقابر الجماعية التي عرت على الوجه الحقيقي والصورة البشعة للمحتل الصهيوني. مبادرة الجزائر خلصت إلى بيان يبرز القلق إزاء التقارير التي تفيد بالعثور على مقابر جماعية بمستشفيي الناصر والشفاء بغزة حيث دفنت مئات الجثث. أعضاء المجلس شددوا على ضرورة السماح للمحققين بالوصول دون عوائق إلى مواقع هذه المقابر، وهو ما يثبت عدم الثقة في أي تحقيقات تجريها سلطات الاحتلال. كما أكد أعضاء المجلس على ضرورة المستشفى
تساءل عن انتهاكات القانون الدولي. هو فوز آخر تحققه الجزائر، يحظى بإجماع كل أعضاء المجلس دون استثناء، ويضع المحتل الصهيوني في موقف يصعب عليه التنصل من مسؤوليته. جهود حثيثة ومفاوضات مكثفة تقودها الجزائر وتلح فيها على أن تكون التحقيقات فورية ومستقلة رغم اعتراض ومناورات المحتل الصهيوني، خوفا من دعوات المحاسبة والعقاب. وفي مستجدات الوضع بفلسطين المحتلة، يتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم 18 بعد المئتين، حيث شن الجيش الصهيوني في وقت مبكر من صباح أمس غارات جوية وقصفا مدفعيا على جنوب مدينة رفح وعلى بلدات ومخيمات وسط القطاع وأحياء في جباليا وبيت لاهيا شمالا. أسمعها سلطان. المناطق الآمنة اللي هم بيحكوا عليها هذه غير آمنة تماما وغير مؤهلة أصلا لسكن الناس فيها، من مية، من كهرباء، من صحة. حتى كمان المناطق هذه بتنضرب من أول الحرب وهي بتنضرب، فالناس مش عارفة، أصبحت مش عارفين إحنا وين نروح. يعني الأغلب هي كله مرمي بالشوارع في حيرة، يروح على المناطق الآمنة ويرجع ينضرب. لا مكان آمن في غزة، فكل شبر في رفح يظهر سكان المنطقة محملين بحزم أمتعتهم نازحين قسرا إلى المجهول. قوات الاحتلال الصهيوني لا تزال تحكم قبضتها على معبري رفح وكرم أبو سالم، ولا تسمح بإدخال المساعدات أو إجلاء الجرحى والمرضى للعلاج. عدوان أحصت على إثره الأونروا ارتفاع عدد النازحين من رفح إلى 150 ألف فلسطيني، خاصة بعدما أصدرت قوات الاحتلال أوامر إخلاء جديدة تدعو الفلسطينيين بالتوجه فورا إلى غرب مدينة غزة. وتشير التقديرات إلى أن العملية العسكرية في رفح قد تستمر طويلا. تطورات خطيرة متسارعة لا يتوقف عندها الصهاينة تحت أي ظرف كان، فلا المواثيق الدولية ولا المظاهرات المتواصلة عبر العالم كبحت آلة الجرم الصهيوني في وقت يسارع فيه الاحتلال لاجتياح رفح والتضييق على الفلسطينيين وغلق منافذ الحياة كافة. هذا وقد رصد لنا مراسلنا وسام أبو زايد من غزة أوضاع النازحين المزرية. يعني نعم، اليوم هو يوم جديد من أيام الإخلاء التي يقوم فيها الصحفيين الفلسطينيين وكافة الفلسطينيين حتى الذين كانوا هنا في المناطق الشرقية لمدينة رفح. نحن كصحفيين فلسطينيين اليوم قد بدأنا بالفعل النزوح إلى أماكن أخرى، وقام عدد كبير من الصحفيين الفلسطينيين بفك الخيام وفك الكثير من معداتهم والأسلاك الكهربائية، ويحاولون الوصول إلى أماكن أقل خطورة على الأقل بعد تحذيرات حتى من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف عدد من المنازل المحيطة والمجاورة لهذا المكان الذي كان يتواجد فيه عدد كبير من الصحفيين الفلسطينيين. وهناك أيضا حالة من الغضب الشديد، لأن هناك لا توجد أماكن أخرى يذهب إليها الصحفي أو مناطق آمنة، ربما سيكون في أماكن أقل خطورة فقط لا غير، لكن كل الأماكن هنا في قطاع غزة هي مستهدفة، وهناك العديد من الاحتياجات الأساسية التي سيبحث عنها الصحفي الفلسطيني خلال الفترة المقبلة. أهم تلك الاحتياجات هي يعني نتكلم عن المياه، عن الكهرباء، عن الإنترنت، عن مقومات الصمود، حتى الخيام هي قليلة جدا في تلك المناطق، وما زال الفلسطينيين يبحثون عن أماكن لعائلاتهم وذويهم وأبنائهم ويعني زوجاتهم، لكل الأماكن التي يمكن يعني تخفف عليهم الضغط خلال التغطية. سيكون هناك موعد قريب من مكان آخر ربما نقوم فيه بالتغطية، من مدينة خان يونس عودة أخرى إليها، أو من المنطقة الوسطى وسط القطاع أين توجد المخيمات الفلسطينية، البريجة، النصيرات، دير البلح، كل هذه المخيمات أيضا ربما تكون التغطية من تلك المناطق أو على التخوم لمدينة رفح وعلى المناطق الغربية التي تعتبر من المصنفة أقل خطورة حتى هذه الساعة على الأقل.
ترأس الوزير الأول نذير العرباوي أمس اجتماع للحكومة خصص لمتابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية القضية بالتفعيل الكامل للمنظومة الجديدة للاستثمار والعقار الاقتصادي من خلال عرض قدمه وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني. كما استمعت الحكومة في إطار تسريع مسار الرقمنة إلى عرض حول الجوانب المتعلقة بمتابعة أشغال إنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية. الحكومة درست الإطار التنظيمي الذي يحدد الإرسالات البريدية وسبل تعزيز الإطار التنظيمي الذي يحدد كيفيات التصرف في المخدرات والمؤثرات العقلية المحجوزة أو المصادرة. وفي إطار استكمال التحضيرات الخاصة بموسم الاصطياف تناولت الحكومة بالدراسة عددا من التدابير المتعلقة بالقواعد العمل الاستعمالي والاستغلالي السياحيين للشواطئ. أكدت افتتاحية الجيش في عددها الأخير تحت عنوان وتتوالى الإنجازات أن الجزائر تخطو خطوة هامة بمعية الشقيقتين تونس وليبيا على نهج التأسيس لآلية جديدة خاصة بدول المنطقة. وهو ما ترجمه انعقاد أشغال الاجتماع التشاوري الأول من نوعه بين قادة الدول الثلاث في ظرف حساس تمر به المنطقة وفي ظل تطور تطورات خطيرة على الصعيد الإقليمي وأزمات دولية غير مسبوقة تستلزم تنسيق المواقف بين دول المغرب العربية. يقول زكريا ميوبي. وتتوالى الإنجازات، هكذا عنونت مجلة الجيش افتتاحيتها. فالجزائر المتمسكة بترجيح دفة العمل الجماعي المشترك تخطو خطوة هامة بمعية الشقيقتين تونس وليبيا على نهج التأسيس لآلية جديدة خاصة بدول المنطقة. يترجم ذلك الطرح المسنود بإرادة مشتركة قوية انعقاد أشغال الاجتماع التشاوري الأول من نوعه شهر أفريل المنصرم بين قادة الدول الثلاث بتونس. اجتماع يأتي في خضم تطورات خطيرة على الصعيد الإقليمي تستلزم تنسيق المواقف بين دول المغرب العربي، خاصة وأن الآلية المكسبة ببعد وحدوي ستقطع الطريق أمام التدخلات الأجنبية تؤكد مجلة الجيش. فالآلية فكرة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لتحقيق التشاور المنتظم، مما يتيح حتما إرساء أسس قوية لتعزيز التعاون على الأصعدة الأمنية والاقتصادية، إضافة إلى أن الجزائر وتونس وليبيا عبر اللقاء التشاوري سيكون لها صوت موحد في المحافل الدولية. وفي سياق غير منفصل عن العمل الدبلوماسي، ورد في افتتاحية مجلة الجيش تفاصيل عن الجهود المضنية للجيش الوطني الشعبي ومباشرة تحضير شامل تجسيدا للطموحات والتطوير المستقبلي. لتختتم افتتاحية مجلة الجيش بالتأكيد على أن الشعب الواعي يواجه المخططات العدائية ويسير على نهج التقدم. تعزيزا للحظيرات السكنية بما يستجيب لتطلعات المواطنين، حث كبير على احترام أجل إنجاز مشروع 10,000 وحدة سكنية من صيغة عدل بسيدي عبد الله في الوقت الذي يقترب فيه موقع 13,300 مسكن من التسليم. مشاريع وقف على سيرورة إنجازها وزير السكن والعمران والمدينة. المتابعة لوصال ولد جوابي. عزيمة وإصرار كبيرين، مشاريع تجسدها شركات إنجاز جزائرية، موقع 13,300 مسكن بسيدي عبد الله مثال حي يكرس مدى الالتزام بالأجل المحددة. نطمئن المكتتبين إن شاء الله راح نكون في الموعد، أنه قبل إن شاء الله 5 جويلية نقوم بتوزيع كل هذا القطب. في سيدي عبد الله وحدها موجود تقريبا 20,000 وحدة سكنية حضرها للتدشين ولا لتسليم السكنات. العاصمة كل العاصمة تقريبا 40,000 وحدة سكنية نعمل عليها باش ننتهي منها ونقوم بتسليمها في بمناسبة 5 جويلية.
موقع 10500 مسكن الذي كان قد وضع رئيس الجمهورية حجر أساسه جويليا الماضي يشهد هو الآخر وتيرة إنجاز متسارعة. تقريبا انتهينا من كل أعمال الخرسانة، قمنا بالانطلاق أيضا في نفس الموقع 10000 سكن، قمنا بالانطلاق تقريبا في كل التجهيزات العمومية، 20 تجهيز عمومي الآن في قيد الإنجاز في الموقع تاع 10000 سكن. هذا التناسق وهذا يعني لا بروغراماسيون انه ننطلق في السكنات وننطلق في التجهيزات العموميه بنفس الوقت، هذا هو الشيء اللي رانا نعمل فيه. تجربة الجزائر مع برنامج عدل 1 و2 تجربة رائدة اكتسبت من خلالها الجزائر خبرة مكنتها من إنجاز مخططات وبرامج ومشاريع سكنية استجابة لمتطلبات المواطن. وبالمناسبة كشف وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بالعذيبي أن برنامج عدل 3 سيكون بنمط عمراني جديد. الطابع العمراني تاع الأديل طروة ما راحينش يكون بهذا الطابع العمراني، مشينا باش نحسن الطابع العمراني، ما ننساش أنه رانا نبني يعني للأجيال القادمة. نعطيك مثال أنه في الأديل طروة راح تكون عمارات تاع الاربريس يعني 20، راح تكون تاع العمارات تاع اربريس 15. لهذا مشينا مع عده شركاء باش ننجز مصانع، يعني نقوم بالاستثمار وننجز مصانع للمصاعد باش تكون هناك يعني اون اندستري تاع لي زاسونسور في الجزائر. في التعاون يشارك وزير التجارة والترقية الصادرات الطيب زيتوني بالعاصمة البحرينية المنامة في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لأعمال القمة العربية العادية 33 التي تستضيفها مملكة البحرين في 16 ماي الجاري. شاكر لهم حسن الاستقبال وكذلك الإرادة القوية اللي لمسناها عند الإخوان من أجل رفع حجم تبادل البيني، سواء كان اقتصادي سواء كان تجاري سواء كان لقاءات يعني للمستثمرين. كان فيه نقاش على أننا نبعث يعني أساليب وأطر التعاون خاصة اللي تجمع بين المتعاملين الاقتصاديين سواء في البحرين أو في الجزائر. تكلمنا في 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 مواضيع بالنسبة ل تفعيل التجارة البينية والاستثمارات المشتركة البحرينية الجزائرية. تدخلت مساء أمس وحدات الحماية المدنية لولاية الجزائر في حدود 7:30 من أجل إسعاف 6 أطفال تم انتشالهم من بحر منتزه الصبلات، والحصيلة النهائية 5 وفيات وطفلين تحت العناية المركزة بمستشفى مصطفى باشا الجامعي. دولياً ودعماً للشعب الصحراوي في قضيته العادلة، تقوم بعثة منظمة أطباء العالم بزيارة ميدانية تدوم 10 أيام للمستشفيات الجهوية بمخيمات اللاجئين الصحراويين من أجل تقديم الرعاية الصحية في العديد من التخصصات لا سيما في طب العيون. فاطمة زهرة بن فرج الله. توماس طبيب إسباني مختص في طب العيون لأزيد من 30 سنة يرافق منظمة أطباء العالم من خلال بعثات طبية إسبانية تزور مخيمات اللاجئين الصحراويين. قاسم المشترك بين أفراد هذه البعثة هو العمل التطوعي وكذلك التضامن مع الشعب الصحراوي. أرافق البعثة الطبية أطباء العالم منذ سنوات، وأنا أدعم القضية الصحراوية كما نقدم العلاج للمرضى ونسعى لتمكين الأطباء الصحراويين من اكتساب التجربة في مجال طب العيون. شكرهم جزيل الشكر، وعلى رأسهم السيد الدكتور توماس الذي رافق القضية منذ حوالي 33 سنة ولا زال داعما للقضية ولا زال في قلبه مثله مثل أحرار العالم
الذين يدعمون القضية بشتى وسائل. بعثة إسبانية جاية من إسبانيا تعدل العمليات ومرحبين بهم. يعطونا الدواء يعطونا القطرة دائما ذي البعثة تجينا القضية الصحراوية متضامنة معنا. العمليات الجراحية للمرضى تضمنها الطواقم الطبية بالمستشفى الوطني الصحراوي حيث يكتسب الأطباء الصحراويون الخبرة. نحن هنا من أجل مساعدة هؤلاء اللاجئين، نقوم بعمليات جراحية دقيقة كما نقدم أفضل ما لدينا من خدمات. بالطبع نحن هنا متضامنون مع الشعب الصحراوي. كلنا متضامنون مع الشعب الصحراوي. الطب مهنة نبيلة ونحن متطوعون لخدمة كل قضايا التحرر. هي بعثة طبية دولية متضامنة مع الشعب الصحراوي تتواجد هنا بمخيمات اللاجئين لمساندة الشعب الصحراوي وتوفير الرعاية الطبية. من مقر المستشفى الوطني البشير الصالح بمخيمات اللاجئين الصحراويين، بعثة التلفزيون الجزائري، فاطمة الزهراء بن فرج الله. رياضيا وفي كرة القدم، ولحساب الجولة 25 لرابطة المحترفة الأولى، تعادل رائد البطولة فريق مولودية الجزائر أمام مضيفي اتحاد خنشلة بنتيجة هدف لمثله، في الوقت الذي ارتقى فيه شباب بلوزداد إلى مركز الوصافة بفوزه على نجم بن عكنون بنتيجة هدف دون رد. هذا وجاءت نتائج الجولة على النحو. والختام من الباهية وهران، حيث انطلقت أمس الطبعة 24 لدورة الجزائر للدراجات التي ستكون على 10 مراحل تربط بين الغرب والشرق والوسط، حيث فاز الدراج الجزائري نسيم سعيدي بالميدالية الذهبية للجائزة الكبرى للدراجات. إسماعيل ميلودي. الجائزة الكبرى للدراجات لمدينة وهران وفت بكل وعودها وجمعت بين الرياضة والسياحة وحضر فيها عاملي الفرجة والتشويق. زد إلى ذلك تنظيم جيد اكتمل بفرحة التتويج الذي كان جزائريا بدخول سعيد نسيم في المركز الأول وصنع المفاجأة. سباق جرى على مسار مسطح مغلق مسافته 6.5 كيلومترات، دار فيه الدراجون 18 لفة وأهدى أجمل الصور من سماء الباهية وهران للمشاهدين. بداية كانت لجس النبض وهدوء استمر إلى اللفة الخامسة لنشهد محاولة انفصال ناجحة لمجموعة مكونة من 15 دراجا من بينهم الرباعي الجزائري مكنوش وبودار من نادي القرارة وسعيد نسيم رفقة حمزة عماري من نادي مدار. مجموعة أولى عملت على توسيع الفارق الزمني عن الكوكبة الرئيسة إلى 30 ثانية، وفي الخلف عمل مكثف من مجموعة كانت في مقدمة الكوكبة الرئيسة استطاعت القيام بمحاولة انفصال ناجحة هي أيضا، من ضمنهم ثعلب السباقات عزدين العقاب والسريع حمزة ياسين رفقة دراجين آخرين من إريتريا ألمانيا ورواندا، حاولوا إذابة الفارق الزمني والالتحام بمجموعة الصدارة. جهود لم تعطي ثمارها لينحصر بعدها الصراع في المقدمة ويفعلها السعيد نسيم بدخوله أولا بتوقيت قدره 2:42:37. المركز الثاني كان من نصيب كاهي أدي إنمان من ماليزيا، وحصد دراج أمبراز دو وورد سار تيلمان البرونز. الحمد لله، يعني في اللفات الأولى عرفت روحي كيفاش راني، يعني كنت كاباب وجي طونتي لا شونس حتى لدانيير مينوت والحمد لله قدرنا نفوز عليه. سباق اختتم على ان تبدا الامور الجديه بمرحله اولى ستربط وهران ببلعباس على مسافه 142 كيلومترا. شكرا لكم مشاهدينا على كرم المتابعه، في امان الله.